أيضا تنضم إلينا من تعز الناشطة الحقوقية الأستاذة بشرى المقطري. أستاذة بشرى المقطري، ربما كان الحدث الأبرز يوم الجمعة هو استهداف مصلى النساء، كيف هو صدى هذا الاستهداف بالنسبة لكم أنتم الشباب في تعز، مع العلم أن الأستاذ عبد السعيد قاسم قبل قليل أدان وطالب بلجنة تحقيق مستقلة وقال سواء كان من الدولة أو من غير الدولة، وكان هناك احتمال إلى أن من قصف المصلى ليست من القوات الحكومية. ألو أستاذة بشرى. أي صوت غير واضح، أنا أسأل عن صدى قصف مصلى النساء يوم الجمعة، وهل تحقق لكم أو تبين من هي الجهة التي قصفت المصلى وسقطت فيه ثلاث نسوة شهداء؟ طبعا أنا ستحدث أولا باعتباري شاهد عيان. القصف الذي استمر من يوم الخميس حتى الصباح كان الهدف منه هو إرهاب شباب الثورة السلمية ومنعهم من القدوم إلى ساحة الحرية. القصف كان مستمر من تمام الساعة 11 ليلا واستمر حتى صباح الجمعة وحتى الساعة 12 من يوم الجمعة. القصف كان يتم من مستشفى الثورة ومن المعهد الصحي. كما قلت لك كان القصف هو قصف مروع ومستمر لمنع المصلين، وهو يذكرنا بأحداث ما بعد اقتحام الساحة، حيث كان هناك أمر بقتل كل من يقترب من ساحة الحرية. نزلنا إلى الساحة متحدين الرصاص والقنابل والقذائف التي كانت تنطلق على الأسف من المستشفيات والمعاهد الصحية التي هي لابد أن تكون في خدمة المدنيين. سقطت قذائف عديدة، وقبل أن تستشهد النساء سقطت قذيفة أمام على صندوق المجيدي. القذيفة الثانية التي كانت تستهدف النساء المصليات كانت قذيفة قاتلة وانطلقت من المعهد الصحي، ولدينا طبعا لدينا ما يثبت بهذا الخصوص، ولدينا جمعنا كل أداة الجريمة وأداة القتل التي حدثت لها. ما حدث في يوم الجمعة هي عملية قتل متعمد للنساء تحديدا، النساء الذين أثبتنا قدرتهن على الصمود وعلى مواجهة آلات القتل في المدينة. طبعا أنا كنت أستمع قبل قليل للمتحدث باسم المحافظة تعز، وأنا أستغرب مثل هذا الطرح أنهم سوف يشكلون لجنة تحقيق. كيف مثل هؤلاء القتلة الذين يشاركون بقتلنا أن يقومون بتحقيق وهم قتلة؟ نعم. وهم يشاهدون كيف تقصف المدينة يوميا وكيف تقصف نسائها وأطفالها. أستاذة بشرى، الجهات الرسمية تتحدث كل مرة بأن ما يجري في تعز هو فعل وردة فعل، هو استهداف للعسكر وردة فعل من العسكر، فبالتالي من ضمن الفعل وردة الفعل هي ساحة الحرية، أي أن هناك مسلحون في ساحة الحرية يقومون بالاستهداف فيتم الرد عليهم. إلى أي مدى صحيح هذا الطرح؟ يا عزيزي هو هذا ليس الطرح الصحيح. هذا الطرح للأسف هو الطرح الإعلام الرسمي الذي يريد أن يسوق أن هناك مسلحون في ساحة الحرية وأنهم يقومون بإطلاق الرصاص. كما قلت لك ما حدث في يوم الجمعة والأيام السابقة له واليوم تحديدا، اليوم نحن في مسيرة سلمية وتم إطلاق الرصاص على المسيرة في سوق الصميل في ساحة الحرية، ليس هناك لم تطلق أي رصاصة في اتجاه مستشفى الثورة، وإنما كما قلت لك هو قتل وليس هناك فعل وردة فعل. هناك نحن نتعرض لقتل يومي من قبل محور الشر قيران والعوبلي وضبعان، قتل يومي، قتل ممنهج لتدمير هذه المدينة وتدمير سلميتها. هما يريدون جر شباب الثورة في تعز إلى العنف إلى حمل السلاح حتى ينفذ السيناريو ما حدث في 93 و94 عندما سفكت هذه المدينة وقتلت ودمرت بنيتها التحتية. هناك للأسف كما قلت هناك قتل متعمد ومنهج ضد هذه المدينة التي أطلقت انطلقت منها شرارة الثورة. أما ما تحدثون عن هدوء نسبي هو اليوم، هو طبعا هي يعني قد جربنا مثل هذا المشهد قبل نزول التقص الحقائق قبل شهرين. الآن جمال بن عمر سوف يزور تعز وهم يقومون بهذه المظاهرة التكتيكية بسحب الوحدات العسكرية.
بينما للأسف كما قلت لك هناك في الحسد الآن عندكم زيارة إلى منطقة الحسد يهولكم منظر الدمار والرعب الذي والقتل وتدمير المصانع وتدمير المنشآت الخاصة. القتل الذي حدث أيضا يوم الجمعة كان هناك تخيل يعني بعد المسيرة بعد استشهاد النساء يوجهنا إلى مستشفى الروضة لرؤية زميلتنا من قتل المناضلات وكذلك الشهداء. تفاجأنا بسقوط 15 قذيفة على مستشفى الروضة وهناك نزلنا إلى البدروم وحاولنا نتواصل مع منظمات الهلال الأحمر لإنقاذنا. يعني كان هناك عملية قتل للمعتصمين سلميا والمتظاهرين وقتل يعني لم يحدث أن يتم قصف مستشفى حتى في إسرائيل أعتقد ليس هناك يعني هناك اتفاقيات إنسانية وهناك أخلاق لكن هؤلاء يتعاملون بلا أخلاق ويتعاملون بلا ضمير إنساني. كل من شارك في هذه الجريمة سوف يحاكم وفي مقدمتهم حمود الصوفي هذا أيضا ينضم إلى محور الشر وهذا الذي قام بالصمت عن ما يحدث في من قتل أبناء تعز. أشكرك جزيلا أستاذة بشرى المقطري الناشطة الحقوقية من تعز.